أهلا بكم مرة أخرى في مصر تنتخب الرئيس. لا يزال معنا المرشح الرئاسي هشام بسطاويس. دلوقتي يا فندم هنعرض عليك صورة تخيلية، يعني مشهد هنتخيل أن حضرتك دلوقتي رئيس جمهورية مصر العربية وخرجت على الشعب المصري والعالم كله بتقول فيه أن إدارتكم قدرت تقبض على الإرهابي المصنف رقم واحد في العالم، ولأنه حب يتسلل في الأراضي المصرية فقبض عليه في الأراضي المصرية. بعد البيان بدقائق قليلة تلقيت فيها تهاني من الملوك والرؤساء ويعني الشعب وكل أطياف الأمة. دخل رئيس وزرائك وقال لك يا فندم التلفزيونات في العالم بتذيع بيان مهم جدا لهذه المنظمة بتقول فيه ردا على احتجاز السلطات المصرية لزعيم منظمتنا تم الاستيلاء على مدرسة بأحد المحافظات المصرية وبها 300 طفل وسيتم إعدام طفل كل 5 دقائق حتى إخلاء سبيل الزعيم. البيان خلص وجات مكالمة مهمة جدا من أهم رجل في جهادك الأمني وقال لك يا فندم التهديد حقيقي، للأسف ده موضوع جاد جدا خصوصا وأنهم بالفعل نفذوا القتل أول طفل ورموه من سور المدرسة. حضرتك تتصرف إزاي في مثل هذا الموقف؟ يعني أعتقد أني حفرج عنه وأنقذ الأطفال المصريين وبعد كده نبقى لنا تصرف أكثر شدة وأكثر قسوة مع اللي احتجزوا الأطفال المصريين. مش ممكن طفل مصري يعني حياته أغلى من أي شيء، مش ممكن أقبل إطلاقا المساومة عليها. يعني طبعا حفرج، يعني هعمل كل جهد للإفراج عن الأطفال المصريين فورا. ستتخذ هذا طبعاً القرار طبعاً الإفراج عنه طبعا، والباقي ملحوق بعد كده. الأول أطفالنا وبعد كده الباقي ملحوق. إجابة متوقعة يا فندم. طيب سيادة المستشار، هل لديك رغبة في تغيير أو مراجعة أي من التصريحات الإجابات خلال اليومين النهاردة وإمبارح في حوارنا مع حضرتك؟ يعني هو في حاجة يعني فاتني إمبارح أقولها في السؤال عن الذمة المالية، عشان برضو في ناس يمكن تفتكر إن أنا بخبي حاجة. أنا مش من مصلحتي إن أخبي حاجة، يعني أنا في ليا ميراث ورثته من والدي ووالدتي. الحقيقة أنا ما حصرتوش يعني قد إيه بالظبط. بعض العقارات إيرادها في السنة، هي عقارات طبعا ليها قيمة كبيرة لكن إيرادها في السنة 200 جنيه مثلا أو حاجة كده سنويا يعني، ما فده أهملت الحديث عنه لأن مش متوقع أن يبقى له عائد يعني دلوقتي حتى. ويعني فيها جزء خاص بيني وبين شقيقتي ما أحبش أن أنا أتكلم عنه بالتفصيل يعني. الحاجة اللي أحب أتكلم عنها تاني أيضا أن الدكتور العوى لما سأل عن حزب التجمع، يعني برضو عشان خاطر ما يبقاش في لبس في أذهان الناس، بمجرد عملي في القضاء انقطعت صلتي بحزب التجمع وبجميع الأحزاب. لما فكرت في الترشح، وحزب التجمع الحزب الوحيد اللي سلك السلوك اللي أنا شفته مقدر ومثمن، أنه لم يطلب من أحد المرشحين من أي من المرشحين أنه يعرض نفسه عليه وأنه هو يسعى إليه، هو اللي سعى وبادر بإعلان نيته لتأييد ترشحي واتصلت بيه وتم التلاقي على أن برنامجي ممكن يختلف عن برنامج الحزب في بعض الأمور، وأن في جزء متفق عليه في البرنامجين ما يتعلق بالديمقراطية وبالعدالة الاجتماعية. وأنا شايف أن حزب التجمع الانتماء إليه لا يعيب أحد، بالعكس كل أعضائه يجب أن يفخروا بعضويتهم لحزب التجمع، لأن حزب بيسمح بمساحة كبيرة جدا من الديمقراطية والاختلاف، وحتى لما بيبقى فيه أخطاء بيبقى سهل لتصحيحها من خلال الممارسة الديمقراطية داخل الحزب.
اسمح لي فندم ويعني وقفة أخيرة، لأنه الحقيقة ده كمان تردد مؤخرا، وبالتالي مهم جدا أن يكون هناك توضيحا. إذن حزب التجمع هو من سعى إلى حضرتك لتكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية، بعكس ما يطرح أنه كان هناك سعي من حضرتك ونتيجة لعدم يعني قدرتك كما قيل على جمع عدد من التوكيلات. لا، أنا كنت جمعت تقريبا أقل من نصف العدد المطلوب، و وكان ممكن نستكملهم، لكن كان في شك ان قد استطيع استكمالهم او لا، لان ما كنتش اقدر اتبع اساليب اخرى بيتبعها اخرين لجمع هذه التوقيعات. لكن حتى لو كنت قادر اجمعها كنت يعني هستجيب للترشح عن طريق حزب التجمع، لان الحقيقه حزب التجمع تصرف بطريقه محترفه احتراف عالي، و وكمان فيها احترام كبير. الحزب الوحيد اللي ما طلبش ان حد من المرشحين يروح له ويعرض نفسه عليه ويعرض برنامجه وبعدين نبقى نرد عليك، هو اللي بادر بدراسة كل المرشحين وتاريخهم وبرامجهم، وتسرب خبر للصحف ان عندهم رغبة في تأييد ترشيح، فاتصلت بيهم بناء على لاستطلاع الامر يعني والتأكد من صحته، ومن هنا بدأ الحوار في ان ممكن أترشح عن طريق الحزب، ومع الاحتفاظ ببرنامجي الانتخابي في قدر من التمايز أو الاختلاف عن برنامج حزب التجمع، وترشحت عن طريقه. تمام. طيب أعتقد إحنا خلاص في الدقائق الأخيرة من لقائنا وحوارنا مع سيادة المستشار هشام البسطويسي، وعلى مدار يومين ونهاية الجزء الثاني النهاردة. بعد الفاصل سيواجه سيادة المستشار كلمة للأمة، كلمة للشعب المصري سنستمع إليها، ولكن بعد الفاصل.